ايه ده؟ انت جيتي يا علا؟ انت لسه هنا؟ مش وقت هزار، بقول لك ايه؟ ما تيجي تستصور لي سعلي لحسن، احتمال سنوسي يجي يزورنا النهارده. طب مش تغسليه؟ مين؟ سنوسي؟ لا شعرك، مش لازم تغسليه قبل ما تكويه. يا ستي وانت كنت هتصوريه سعري ولا هتعملي لي فيس وتسبيس؟ انا هصور سعري بنفسي، وانت لمي الحاجات دي وعدنك تقربي ناحيه الفستان اللي عشان يتكسر. اعد ايه؟ عدنك. رأيك في حاجة. نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. مش للدرجة دي يا علا. مش للدرجة دي ازاي؟ دي كارثة، دي مصيبة. الله، شكله مثال فستوية بس يعدي. يعدي ازاي يا حبيبتي؟ يعدي ازاي؟ ده انت طيبة قوي. يعدي ازاي؟ ده ما يعديش خالص. بقولك ايه؟ منظره ده مش طبيعي على فكرة. يمكن يعني يكون محتاج كده شوية سمكرة على شوية تصليحات بس يعدي. مش حاجة هتنفع. بس أنا مش مسؤولة، أنا مش مسؤولة عن اختيارك. أنا قلتلك كان في 100 واحد غيره، أنت اللي اخترتي ده بالذات. أنت ذوقك أصلا شايط ومعفن كده ورخيص. عندك حق يا علا، أنا كان قدامي 100 واحد غيره. بس خلاص بقى هعمل إيه؟ هو يعني شكله مسلفت قوي، يعني ما ينفعش خالص. نهائي ما ينفعش خالص. ينفع ازاي يا حبيبتي؟ ده خلاص مكانه صندوق الزباله. انت اتعميتي ولا ايه؟ خلاص خلاص. بصي انا مستعده اساعدك، انا هساعدك عشان دي مسؤوليتي في الاخر. احنا لازم ندور بسرعه كده، نتصرف وندور على واحد غيره قبل يوم فرحك ان شاء الله. واحد غيره؟ واحد غيره منين بس؟ انا بقول بقى خلاص هو واحد زي اي واحد بقى والسلام. ازاي يعني؟ بقولك ما ينفعش خالص. ده مكانه عنده مكان واحد، صندوق الزباله. ما ينفعش خالص. انت عايزه يوم فرحك يبقى مسخره؟ عايزاه يبقى مسخره؟ مسخره؟ لا انا من الاول مش مقتنعه بيه. بس مامي، منك لله يا مامي، منك اهو. معلش انا اصلا مامي هي اللي صممت عليه. بس انا خلاص خلاص انا همحي الموضوع ده من نفوخي خالص. بقولك ايه رشا، اوعي تقولي لامك ان انا السبب يا رشا. مامي لا لا ما تخافيش خالص يا علا، انت احسن بنت خلف الدنيا. لا يمكن اخدك ابدا، لا يمكن. انا مبسوطه قوي يا عسول عشان ساعدتي ناخد القرار ده. حقك 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 يا ماما، حقك حقك يا حبيبتي. بتعملي ايه؟ استبري استبري استبري. الو سنوسي، انا خدت قرار ومش ممكن ابدا ارجع فيه. ها بتقولي له ليه دلوقتي؟ بتقولي لسنوسي ليه على الفوت؟ الله العظيم ده انت متهوره يا بنت. يا لهوي يا حرام، يا لهوي يا لهوي. البنت دي كانت بتتكلم على ايه بالظبط؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. في ايه؟ مصيبه يا اختي، كارثه سودا يا اختي. بجد بنت مش عايز تجوزيه ليه يا بنت؟ ها ده انت فرحك بعدي بكره يا بنت. مامي من فضلك، انا عندي شخصيه ومسؤوله عن قراراتي. انا مش هتجوز واحد يضحك عليا المجتمع والناس. لا ده مش كلامك، ده حد لعب في مخك وغسل لك دماغك. انا ما حدش يعرف يغسل لي مخي. انت السبب، انت السبب، انت اللي غسلت لها مخها. ما انت سوابق رضع الاجرام من امك. لا لا ايوه انت بوظتي الجوازه. قال لك منك ليها، بنتي ما عملتش اي حاجه واللي هتهوب ناحيتها هاكلها. سوء تفاهم، انا ما بوظتش الجوازه، ما بوظتش الجوازه. ايوه يا اختي اتمسكني يعني اتمسكني. اخ منك اخ منك انت وامك. بس انا بقى الغلطانه، انا اللي طوعت قلبي وقلت افرحكم معايا. لكن دلك ماني ساعه عبليس مالوش خصوم خالص الكلام ده دلوقتي. انا خلاص متعممه على قراري ومش هرجع فيه خالص. سيبوا لي المعدي بقى، جيبوا لي يلا.